صباح النور والسرور على اغلى واحلى مشتركات. نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم. كيما ودكم ديما نبداو كلامنا بالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وريحه نشارك معاكم روتيني، يعني نهار اليوم كامل كيفاش فوتومي البنات. باش نكون معاكم صريحه، هذا الروتين تاع نهار يوم عيد الطفوله، يعني نهار الخميس. ما قدنيش الوقت باش ندير لكم مونتاج، مي اليوم كي كتبت قلت نديرو الخياتي. اول حاجه راح نبدا لكم بها واللي هي الفطيره اللي كنتو كامل سقسيتوني عليها، يعني كنت درتها لكم في فيديو اسيها شاركينا الوصفه تاع الكسره ولا الفطيره اللي كنتي درتيها. يعني راح نحاول نوريكم الطريقه اللي ندير بها الكسره وتجي بزاف بنينه. كيما راكم تشوفوا هنا درت كميه تاع سميد في كاس، درت فيه مغرف خميره تاع الخبز مع مغرف سكر. بالنسبه للسميد درت حوالي زوج غرفيات. هنا درت هذاك الخليط يتفاعل تاع الماء مع السكر مع الخميره تاع الخبز وليت لهذاك السميد. بالنسبه للسميد درت له نص باكي خميره تاع الكاطو، درت عليه رشه ملح وريحه. هنا نزيد الزيت ونحاول نبسس مليح هذاك السميد، يعني بعد ما خلط السميد مع الخميره تاع الكاطو والملح ريحه ندير الزيت. بالنسبه للزيت ما تكثروش بزاف، يعني قيس ما تشوفوا السميد تاعكم بدا يتبسس، يعني ماشي كيما نبسس هذه الفطيره تجي شاده روحها. المهم حبيباتي الغاليات، هنا نحاول نبسس مليح هذاك السميد كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه حتى يدخل كامل هذاك الزيت في هذاك السميد. من بعد نجيب هذاك الماء اللي كنت درت فيه مغرف تاع السكر مع مغرف تاع الخميره تاع الخبز ونبدا نرش غير بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. كيما راكم تشوفوا هنا، يعني نبدا ندير في الخليط هذاك ونلم، من بعد ثاني كنزيد كميه ما واحده اخرى ونلم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. برك البنات ما تزيدولهاش بزاف الماء، يعني باش تجي حاكمه روحها، باش ميم كي تحلوها ما توليش تلصق لكم وكامل. وكيما راكم تشوفوا العجينه تاعي صاي بدات تسلم، يعني هنا راح نحام القصعه ونحطها فوق البوطاجي ونحاول نشكلها كرات. هنا بالنسبه للكرات راح نديرهم صغيرين، ولا بالنسبه للخبزات راح نديرهم صغيرين باسكو راح نطيبها غير على لابلاك، وتعرفوا لا بلاك يعني الكانون تاعها جاي صغير، يعني ما طيبليش مليح، ماشي كيما الطابونه ولا الكانون. يعني الكانون ندير خبزه كبيره، منين راح نطيب فيها في لا بلاك راح ندير خبيزات صغيرين. حاولت نديرهم بهذا الشكل يعني كرات، وبديت بالاولى كامل اللي كنت كورتها هي اللي راح نبدا نحلها. بالنسبه لباش نحلها من الاحسن تفتحوها بالرولو، هنا الرولو ما عارفه كامل ولدي وين دارو، رايحه نحاول نفتحها غير بيديا، يعني غير بشويه بشويه حتى نتحصل على شكل دائري كيما راكم تشوفوا. غير نتحصل على شكل دائري ديجا راني دايره الطاجين يسخن، نطيبها والنار اللي نطيبها عليها ما تكون زايده ما تكون ناقصه. يعني صدقوني البنات هذه الفطيره بزاف توالم، الامتحانات قهوه الصباح، يعني ديريها لوليداتك صباح يكون رايحين يفوتوا امتحانات تاعهم، ولا ميم قهوه العشيه ولا ضياف يجوك على غفله، علاش لا ما تحطيهاش تاع الصح، والله لا تجي بزاف بنينه وتنتكل، يعني تاع الصح تشبع وياكلوها. المهم حبيباتي الغاليات، هنا بديت نطيب بالخبزه حتى كملت كامل الكميه. كيما راكم تشوفوا هنا الطياب تاعي، يعني هنا راني نطيب بالسربيته باش الجهه اللي ما تكونش طايبه يعني كي نضغط عليها رايحه تتحمر. المهم حبيباتي الغاليات، نكمل كامل الخبيزات وبيان سيغ في الاخير رايحه نوريهم لكم. وهاوليكم البنات الفطير تاعي ولا الكسره تاعي، يعني تجي بزاف بنينه صدقوني البنات. مام هذيك الخميره تاع الكاطو راح تلعب دور بزاف كبير في هذيك الفطيره، يعني تعطيها خفيه ومام تعطيها قرمشه. واش نحي لكم تجي طريه، يعني ما تجيش يابسه سيرتو بالسميد، مالغري تصبح نهار نهارين ريحه تبقى كيما هي. المهم حبيباتي الغاليات، يعني بالنسبه اللي طلبتوا مني الوصفه راني لبيت لكم الطلب. وهنا حبيباتي الغاليات رايحه نبدا نوجد بيان سيغ لوليدي هو الاول، نوجد له احليبو بزاف اللي راكم تسقسوني اسيا كيف طمتيه وش راكي تمدي له، يعني باش راكي تعوضيه. شوفوا البنات بالنسبه للصباح نعطي له حليب عادي، يعني اللي متواجد عندي سواء تاع الشكاره ولا تاع اللحظه ولا كونديا اللي كاين. مي في الليل كي يحب يرقد ديما ندير له بيبرون، يعني تاع اللحظه حليب تاع اللحظه عادي. وبالنسبه لتاع الصباح ما نمدلوش حليب وحده، يعني ندير له هذه الشيكولا تاع الحليب هكا. اللي ما ولدها ما يحبش الحليب ننصحك انك دير له هذه الشيكولا، يعني هكا يولي يشرب لك الحليب. يعني كاين بزاف لي ولادهم ما يشربوش الحليب وحده. المهم حبيباتي الغاليات، وجدت هنايا الفطور تاع وليدي محمد انور، يعني درت له شويه تمر باسكو ولفتو صباح ديما يفطر بالتمر مع مورسو تاع فطيره وبيان سيغ حليب بالشيكولا. بيان سيغ ثاني وجدت انا الحليب تاعي مع تاع الزوج. من بعد البنات جا وقت الفطور وراني دايره بروغرام باش نخرج، يعني قلت الفطور غير نسلك وصاي. بالنسبه للفطور شوفوا البنات درت كميه تاع رز مع كميه تاع شربه فيغميسيل، يعني هذيك تاع المطرق.
قليتهم مليح في الزيت حتى داو لا كولور دوغي، من بعد مرقت وزدت لهم الملح. يعني بالنسبه للفطور هذا واش درت، وهذا الفطور هو كامل اللي يحبوا وليدي ويموت عليه، مام انا والزوج ناكلوهم نورمال. يعني في الاخير كامل تقدروا تزيدوا لهم فرماج. منين راني خارجه قلت ندير غير حاجه اللي تسلك وصعي. المهم حبيباتي الغاليات، قلت لكم غير درت هذاك الروز افطرنا، غسلت سميعناتي، رحت ديريكتومون وجدت روحي وجدت لوليدي محمد انور، وكنت خرجت هنا مع عمتي اللي هي عمت زوج تاعي نحبها نموت عليها، مام مع حماتاتي. يعني رحنا لواحد الحفله كانوا داروها في دار الثقافه. يعني بالنسبه لكم تسكنوا في السينيا، في المناسبات هذو ديما في دار الثقافه راهم يديروا هكا حفلات، سواء في عيد المراه ولا في عيد الطفوله ولا. المهم دينا الصغار بدلوا شويه الجو، يعني لعبوا مع هذاك المهرج، دار لهم موسيقى، دار لهم العاب خفه، يعني تاع الصح بدلوا الجو. المهم حبيباتي الغاليات، هنا نخليكم شويه مع هذاك المهرج وبيان سيغ نكملوا لا فيديو مع بعض. يا اطفال شوفوا الرسومة اللي سمتوها، يا شابة ومشي شابة انواعكم الرسومة اللي سمتوها تيموت. لا ما يعرفش، يعرفوا اصدقائي. لا اصدقائي شاطرين ويعرفوا يقروا ويعرفوا. صديقي جابها صفر صفر صفر. لا ماشي صفر، جابها صفر في الفلوس. تقول شوفوا انا جابها صفر. وهنا حبيباتي ولينا لا فيديو. يعني شوفوا البنات، حبيتكم تعيشوا هذاك الجو تاع الطفوله، هذاك الجو تاع البراءه. صدقوني البنات تشوفوا البراءه كيفاش يصفقوا كيفاش يضحكوا، تقولي من صابني في بلاصتهم. يعني الواحد سبحان الله ما حد يكبر ما حد الهم يكبر معاه، والحمد لله. صدقوني البنات قلت لكم انا كي حضرت هذه الحفله والله حسيت بالطفوله. المهم حبيباتي الغاليات، كملنا هذيك الحفله، عاودنا خرجنا بيان سيغ ثاني صورنا الاطفال مع المهرج وكامل، وخرجنا ديراكتومون للبيتزيريا باسكو تاع صح كنا ميتين بالجوع. كيما راكم تشوفوا هنايا كنا دوموندينا غير لي ساندويتش، واحد لي ساندويتش واش نحكي لكم، واحد البنه. شوفوا اللي راكم تسكنوا في السينيا كاين السوري اللي يعني في الطريق تاع 34 وين يحبسوا لي بيس تاع 34، كاين واحد بيتزيريا فاتحه حدا السوري، يعني جايه في طريق الطرام قبل ما توصلوا للاري تاع 34 سيبو بيتزيريا تاع السوريين هي جايه اقبلها. يعني تشوفوها بيتزيريا بسيطه، مي البنات عندهم واحد لي ساندويتش ما شاء الله، ميم لي بخي ثاني ما شاء الله. يعني انتم واش تحبوا، كاين تاع 15 ميل وكاين تاع 25 ميل. المهم تعشينا كامل مع بعض مام الاطفال، وهذا هو كامل الروتين تاع نهار اليوم. يعني حبيت ندير لكم طله خفيفه ظريفه باش ما تقوليش اسيا راكي تغيبي علينا، وبيان سيغ نشارك معكم روتيناتي كيفاش راني نفوت فيهم. وهنا حبيباتي الغاليات اتعشينا كامل كيف كيف، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. بيان سيغ الزوج تاعي ثاني ديت له معايا باش كي نروح للدار نتهنى من العشاء. وبالنسبه للسهره درت حاجه خفيفه، يعني درت غير شويه مايس قلت باش نكسروا به الروتين. يعني كما تعرفوا الخميس ديما ندير حاجه نكسروا بها الروتين، يعني سهره خفيفه. اليوم كنت عيانه مع اللي ما دخلتش بكري كامل، قلت يسلكني غير المايس. المهم حبيباتي الغاليات درت شويه مايس، بيان سيغ درت في الكيكوطا الزيت خليته سخون مليح. بالنسبه اللي ما يزيدقلهمش المايس ولا ما يجيهمش الشباب كاين اللي يجيهم يتعلق، هذه هي الطريقه الصحيحه للمايس. يعني كيفاش تقلوه، ديروا كميه تاع الزيت تسخن مليح، من بعد ارموا عليها هذاك المجبر. كي تشوفوا الحبات بداو يطردقوا، يعني تشوفوا الحبه الاولى بدات تطردق ثم غطوا عليها، وبيان سيغ نقصوا النار خاطر ولا تكونوا مزيدين، من بعد نقصوا النار وخلوه يطردق في غرضه. يعني هنا خليه يطيبوا، في الاخير راح نوريه لكم. وهاوليكم البنات المايس تاعي في الاخير، يعني بعد ما طاب خاطر الاولى درت له غير شويه ملح، وفي الاخير بعد ما نديرو في الطبسي رايحه نزيد له ولا سطوني البنات جا يتقرمش. وهذه هي سهرتنا، يعني سهرتنا اليوم درناها غير بالمايس، البركه في القليل. وهنا حبيباتي الغاليات وصلنا لاخر الفيديو، نقول لكم ان شاء الله الفيديو كان عجبكم، ان شاء الله كنت خفيفه على قلوبكم. لاول مره تشوف قناتي نقول لكم ماذا بيا ديري ابوني تفعلي الجرس باش اي جديد يوصلك. ومشاركاتي حبيباتي الغاليات نقول لكم ما تنساو الجيم والكومونتير لا فيديو. الى فيديو اخر يا ربي انصبكم بخير. نقول لكم غير استناو الفيديو الجاي، الفيديو الجاي راح يكون فيه مشترياتي لعيد الاضحى ليا انا ولوليدي محمد انور. وهنا حبيباتي نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، نحبكم كامل، سلام سلام.